السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا جماعة؟ وحشيني جدا، بقالنا كتير قوي منقطعين وما بنعملش أي فيديوز، داخلين على شهرين أو أكتر، بس ده كان بسبب بعض الظروف يعني، بس الحمد لله الدنيا دلوقتي هتظبط كتير وهنبدأ ننتظم تاني، وعشان كده جاي لكم النهاردة بفيديو خفيف نسترجع بيه كده وننشط الذاكرة ونقول بسم الله ويلا بينا. تخيل معاك ان انت واحد سافرت في اي مكان بره، وليكن انت في امريكا دلوقتي واقف في الشارع مش عارف توصل لمكان معين، فعايز تسأل على عنوان او على مكان معين، فتسأل ازاي؟ انا النهاردة جايب لك 5 جمل تقدر تستخدمهم عشان تسأل بيهم عن الطريق لاي مكان انت عايزه. اول جملة معانا هي where is، اسم المكان. where is اسم المكان، يعني لو بتسأل على محطة الاتوبيس فهتقول where is the bus station، لو بتسأل على المترو where is the subway، لو بتسأل على المدرسة where is the school، لو بتسأل على المستشفى where is the hospital. ودي أبسط جملة أنت ممكن تستخدمها في أي موقف. تاني جملة معنا how do I get to، how do I get to، how do I get to اسم المكان أو العنوان، يعني إيه؟ يعني ازاي اوصل الى كذا. فلو عايز اقول how do I get to the bus station، ازاي اوصل للبس ستيشن. how do I get to the subway، how do I get to a restaurant، ازاي اروح لمطعم. ممكن يبقى معاك عنوان مكتوب في ورقه كافه تقول له ايه how do I get to this address، ازاي اوصل للعنوان ده. ودي طريقه مناسبه اكتر للسؤال عن مكان او عنوان اكتر من الجمله اللي فاتت. تالت جملة معانا وهي جملة مهذبة أكتر أو بتتقال بطريقة شيك أكتر، يعني أنت داخل على واحد غريب مثلا هتسأله فتقول له شيء where is ده مش عارف إيه، how do I get to مش عارف إيه، اللي هو إيه، قول سلام عليكم الأول يا عم. فالجملة دي بتحل لك الموضوع ده، بتقول إيه بقى؟ could you tell me the quickest way to get to اسم المكان؟ could you tell me the quickest way to get to اسم المكان؟ could you tell me يعني ممكن من فضلك تقول لي أو تقدر تقول لي بعد إذنك the quickest way، أسرع طريق to get to عشان أوصل لي اسم المكان. شايف بتطلب بأدب. could you tell me the quickest way to get to KFC، could you tell me the quickest way to get to the airport، ممكن تقول لي أسرع طريق عشان أوصل لي KFC أو كنتاكي، ممكن تقول لي أسرع طريق عشان أوصل للمطار، وممكن نقول بدل quickest نقول the best، يعني ممكن تقول لي احسن طريقه عشان اوصل الى بدل اسرع طريقه احسن طريقه، فالاثنين صح، وهو تعبير مهذب جدا انصحك تستخدمه على طول. طيب انت ما بتدورش على عنوان محدد، انت واحد ماشي في الشارع وكنت عايز تاكل فبتدور على اي مطعم والسلام، فقابلت واحد في الشارع وقفته excuse me لو سمحت where is the nearest restaurant، اين اقرب مطعم. where is the nearest، the nearest يعني اقرب مطعم restaurant. عايز اوصل لاقرب محطة اتوبيس where is the nearest bus station، اقرب محطة مترو where is the nearest subway. تالت سيناريو معانا وهو سيناريو حلو جدا، ان انت اصلا تايه رحت في مكان مش عارف انت فين فعايز تسأل انا فين يا جماعة. فالجملة الخامسة معانا هي where exactly am I، where exactly am I، هو انا فين بالظبط، موقع ايه من الاعراب. فدي تقولها امتى؟ لما تبقى مش عارف انت اصلا فين. يبقى تاني نقول الجمل كلها مره واحده. اول جمله معانا السؤال البسيط where is the كذا، اسم الحاجه where is the bus station، where is the subway. تاني جمله معانا هي how do I get to، ازاي اوصل الى كذا، how do I get to the police station، how do I get to the airport. تالت جمله معانا وهي الجمله المهذبه could you tell me the best way to get to كذا، او could you tell me the quickest way to get to كذا. رابع جملة بتسأل على أقرب مكان، يبقى where is the nearest bus station، where is the nearest restaurant. وخامس جملة لو انت تايه بتقولها وهي أنا فين بالظبط، where exactly am I، where exactly am I. وبس كده، دول كانوا الخمس جمل اللي أنا جايبهم لك النهاردة علشان لو اتزنقت في أي موقف تعرف تقول إيه. وفي النهاية أحب أقول لك لو الفيديو عجبك فضل انزل اعمل لايك سبسكرايب لو انت لسه مش عامل سبسكرايب وشير علشان اكبر عدد من الناس يستفيد. سلام.